جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من المنطقة الجنوبية تقول: أختكم في الله عين سين تسأل وتقول: ما هي صفات المساكين المذكورة في الكفارة؟ لأننا نحتار في هذا، وجهونا جزاكم الله خيرا. صفات المساكين: المسكين هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. المسكين والفقير إذا أطلق فمعناه من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، فيعطى ما يكفيه أو يكمل النقص الذي عليه. هذا معنى المسكين، هو الذي أسكنه الفقر والحاجة لأن نقص عليه شيء من كفايته أو لم يكن عنده شيء أصلا، فيعطى ما تيسر، وإذا سدت حاجته فهذا أفضل، وإلا فإنه يعطى ما تيسر مما يعينه على حاجته. فمن وجب عليه كفارة فإنه يتحرى وينظر المساكين، قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، فإن أعطاها لغني لم تجزئه. والغني هو الذي عنده ما يكفي، وليس من الضروري أن يكون صاحب مال أو صاحب ثروة، بل كل من وجد ما يكفيه ويكفي من يمونه فإنه يكون غنيا، لا تحل له الصدقة. نعم.